يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. النهارده بقى هنعمل كفتة البطاطس على السريع كده للعشاء للفطار، وممكن برضو للغدا. دول يا حبايبي 3 حبات بطاطس كبار هرستهم قوي، ومعايا دلوقتي يعني بصلة متوسطة كده مفرومة، و4 فصوص ثوم مفرومين، وقرن شطة سبايسي حراق اهوت فرمته برضو، وعندي التوابل اللي هنستعملها كزبرة ناشفة وفلفل أسمر وبابريكا، وهنا توم باودر وبصل باودر هنحطهم اهوت على البطاطس، وملح ومعلقة صغيرة ملح هنحطهم كلهم كده. وبعد كده هنضيف برضو البصلة المفرومة والثوم، 4 فصوص ثوم، وقرن الشطة الحراق اهوت. ضفنا كل حاجة اهوت على الخليط. بعد كده يا حبايبي هنحط معلقة دقيق كبيرة، معلقتين دقيق كبار، ومعلقة نشا، ادي واحدة اهيت كبيرة، معلقتين كبار، المعلقة الصغيرة، وهنحط معلقة كبيرة نشا، معلقة نشا كبيرة عشان تخليها مقرمشة كده وحلوة، وادي معلقة كبيرة اهيت نشا، وهحط كمان معلقة. لو عندك بقى ماشي، ما عندكش خلاص، ده يا بنات بقسماط مفروم، هحط معلقة واحدة اهي. دي بقى مفروم، دي مبشور، دي براحتك، عايزة تحطيها ماشي، مش عايزة تحطيها ماشي، اللي هو بقسماط ناعم يعني من السوبر ماركت، مطحون ناعم مطحون. وهقوم عاملة بقى على بعض خالص كده، اعملهم بقى يا بنات، اعجنهم خالص خالص. طيب انا هعجنهم خالص، انا بجي لكم من الاخر علشان ما تعبكوش، بس هعجنهم خالص وارجع لكم. بس قبل ما ارجع لكم نسيت اقول لكم، 3 معالق خضره هي متقطعين خالص هضيفهم برضو عشان هيدوا نكهه جميله قوي، وهعملها خالص وارجع. انا حطيت 2 معلقة زيت كبار وبيضه هي برضو عشان تخلي العجينه ماسكه قوي وحلوه كده، وهعجنه كله بقى ايه اهوت مع بعض. على فكره يا حبايبي حطيت 1/2 معلقة بيكنج باودر، عايزه تحطيها برضو حطيها، مش عايزه تحطيها هي ما بتفرقش في حاجه. والبقسماط ده عايزه تستغني عنه بدقيق عادي خالص، استغني عنه بدقيق ما فيش اي مشكله. برضو هي لو لقيتيها لينه قوي معاكي بتحطي دقيق او بتحطي بقسماط لحد ما بتبقى حلوه في ايديكي. بس هعمل معاك اهوت ما شاء الله، يعني العجينة انا خليتها كويسة هي، وممكن نعملها بقى، ممكن نصبحها، وممكن برضو نعملها مدورة كده، نعملها تشكيلة زي ما انت عايزة. وبعد ما بعملها كده بقوم انا حطها في البقسماط كده، بحطها في البقسماط كده عشان تاخد طبقة، وبعد كده بعملها كده واحطها اهي. عملنا واحدة اهي، هعملها بقى ديت، هعملها مثلا مدورة كده. لازم يكون جنبك زيت، لازم يكون جنبك زيت عشان برضو تحطي ايدك كده وتعصيها اهي. دي برضو قراص كده هي يا حبايبي، قراصة هي جميلة حلوة خالص. هعملها كده برضو، هعملها كده، وبعد كده برضو ايه بننفضها كده من البقسماط وبحطها، وما حطيتهاش في التلاجة ربع ساعة ولا حاجة. انا حسيت ان انا خليت العجينة حلوة، طالما خليت العجينة حلوة خلاص انا مش محتاجة ان انا ادخلها يعني ايه التلاجة. عايزة تعملها صابع ماشي، عايزة تعملها كور برضو ماشي، يعني شكليها كيف ما شئتي بقى زي ما انت عايزة. وبعدين على فكرة دي اقتصادية وموفرة جدا، وطعمها بيبقى خرافة، طعمها بيبقى روعة خالص، وما بتكلفناش اي حاجة. دي يا حبايبي العشاء الافطار، وممكن كمان غدا.
طب انا هعمل الكميه كلها وارجع لك. خلصي يا حبايبي، عملت الكمية دي كلها بسم الله ما شاء الله من 3 حبات بطاطس كبار بس، طريقة جميلة خالص. هقوم دلوقتي بقى احط زيت غزير، لازم الزيت يكون غزير ولازم الزيت يغلي قبل ما تحطي عشان ما تفكش منك. هذا اهو يا حبايبي هنزل فيه بقى، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة وريحتها ايه، ريحتها روعة وهي بتتحمر كده، بسم الله ما شاء الله. اهيت بتتحمر اهيت في الزيت وانا بطلعها هرجع لكم. بصوا اهو انا بحبها اللون ده بقى، جميلة جميلة ما شاء الله. روعة وريحتها والله يا حبايبي تجنن تجنن. وبحاجات بسيطة يعني هنتعشى ونفطر وممكن غدا كمان. اهو بصي يا حبايبي اللي انا طلعته اهو دلوقتي، وهكمل الباقي وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي خلصنا الكمية كلها ب3 حبات بطاطس، عملنا مل وصينية اهوت للعشاء للفطار وممكن للغدا كمان، وكلها مكونات من عندنا في البيت. لو ما عندكيش فيجيتار او اي حاجة من اللي عملنا بها يعني غلفناها من برة، عادي استغني عن الحاجات دي كلها، لان في واحدة هي انا عملتها من غير ما احط عليها اي غلاف من برة وطلعت مقرمشة برضو وحلوة، بس يعني ممكن تحطي طبق الدقيق كده خفيفة من برة وخلاص. ولو عجبتكم بقى الطريقة البسيطة الجميلة دي، من فضلكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم يا حبايبي كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حبايبي باي، مع السلامة.